تنشكر زوم تي في على هذا الاستضافه وتنشكر جميع القراء ديالها وتبارك الله عليكم. كنتمنى لكم التوفيق وكنشكركم على المتابعه ديالكم لهذه الدوره وكنتمنى تكون عندكم واحد لا ريشيس في هذا الشيء اللي كدير تكون عندكم مواد جديره بالمتابعه. زوم سي تي في اون ا بيزوان دو 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 ديميسيون كوم لي فوت اي لون فو دو بلوس ان بلوس بور لو سينما اي بور لي جون كوم. كنحيي المشاهدين ديال القناه زوم تي في وكذلك المشرفين على هذه القناه اللي هي على الويب وكنتمنى لكم يعني مستقبل واكبر عدد من المشاهدين وجم في 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 الانترنت. Ah ben, je vous souhaite longue vie et beaucoup de succès. J'espère que beaucoup de gens vont vous regarder. Ce que je peux vous dire, courage. Cette TV, j'aime. قناة زوم سات أتمنى لها كل التوفيق وطبعا بطاقم شاب لا شك أنها ستثمر لا شك أنها ستعطي أتمنى لها كل نجاح مزيد من الجدية والاجتهاد وطبعا أن تكون دائما في قلب الحدث. كنشكر على زوم سات على هذه المرافقة ديالها وهذا التعب ديالها اللي تعبات وجات وخذت لقطات من جميع الفنانين وهذا هو زوم سات إن شاء الله المرة الجاية نقول احنا زوم 10 فهمتي زاد في القرادات شكرا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا زوم سات يا عين زوم سات ان شاء الله يا ربي غتشوفوها ماشيه بواحد التقدم كبير وكبير جدا وكنتمناوها تكون القناه في التلفازه ماش تبقاش تبقى عبر الانترنت ان شاء الله يا ربي وبالطريقه اللي خبشي بها علاش ان شاء الله يا ربي غتوصلوا هذا الهدف ديالكم الله يوفقكم وحصلنا الشرف اننا يعني معكم في هذا الحوار هذا تبارك الله عليكم. كنشكر الناس اللي خدامين في القناه ديال زوم سات قناه زوم سات وتنتمنى لهم ان شاء الله مزيد من التعلق وان شاء الله تولي قناه تلفزيونيه علاش لا ما تبقاش في الانترنت. شكرا. تحيه لكم وانا كنشجعكم وان شاء الله الناس اللي كيدخلوا لها قراء هاي نتعانقوا معاهم في هذه القناه الالكترونيه زوم سات. لا نقدر نقول زوم سات هي بقيت زومي مزيان حنا راه محتاجين لك لان الفنان بلا بحال هاد القنوات هادو بلا بعد الاذاعات بهذا الشيء راه حنا راه والو حنا محتاجين بحال زوم سات وحال هاد الشباب هذا اللي كيتبعنا اللي كنشوفهم اللي كنساليو شي ايميسيون كتلقى زوم سات حتى هي تابعاك وكتقول لك كتقول لك كيدايرين هاد الجمهور وكتهضر لي على المهرجان زعما هذا الحافز اللي كان يفرحنا بزاف وكيخلينا حتى حنا نمشيو لاكثر اكثر ان شاء الله. في الحقيقه مع احتراماتي انا ما عنديش واحد المعلومه يعني واحد المعلومات بزاف ولكن كنسمع عليها لانها كتخدم وشبابيه يعني كتتعامل مع الشباب وهذا مهم بزاف يكفي ان الا كانت سميتو عليها الاذاعه كتتعامل مع الشباب راه الشباب هو الاهم. شكرا بزاف لقناه زوم سات للاستضافه وشكرا للناس اللي كيتابعونا من خلال هذه القناه واتري بيانتو ان شاء الله. شكرا لزوم سات وتبارك الله عليكم مسيره موفقه. زوم 7 المرات
زوم سات ديال الخميسات عليكم ان شاء الله.